كل الشكر ليك يا كابتننا الكبير كابتن ايمن شوقي، والشكر والتحيه موصوله ايضا كمان لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. الحقيقه كابتن ايمن كنا في اشتياق كبير جدا لمشاهده فريقنا، طبعا فريق النادي الاهلي في اي مباراه الحقيقه، سواء مباراه وديه او مباراه رسميه، لكن النهارده ان شاء الله باذن الله جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي هيتابع فريقنا النهارده في مشوار جديد وفي بطوله جديده بدوافع متجدده كعاده فريق النادي الاهلي، وهي النهارده مباراه الاهلي والجونه في كاس رابطه الانديه المصريه المحترفه اللي بتنطلق النهارده، وبينطلق النادي الاهلي مشواره في هذه البطوله كعاده. طبعا النادي الاهلي هدفه هي البطوله وهدفه التتويج بها البطوله، لكن الحقيقه كابتن ايمن ظروف صعبه جدا بتمر على فريق النادي الاهلي والجهاز الفني للغيابات العديده المتواجده في صفوف الفريق، سواء للاعبين طبعا المنضمين لمنتخبنا الوطني او منتخب المغرب وتونس ومالي، وايضا كمان الغيابات العديده الاخرى اللي طالت لاعبي النادي الاهلي لكوفيد 19 اللي بنتمنى ان شاء الله ينتهي تماما طبعا من جمهوريه مصر العربيه ومن العالم كله، لان ليه تاثير كبير جدا الحقيقه في هذا التوقيت على فريق النادي الاهلي. لو اتكلم معاك يا كابتن ايمن النهارده، يعني طبيعي الناس لما بنقول غيابات بنقول خمس او ست او سبع لاعبين، لكن النهارده اقدر اقول لك في 20 غياب النهارده في قائمه فريق النادي الاهلي. لو بنذكر طبعا مشاهدينا وجمهورنا العظيم بالغيابات النهارده، يعني على راسهم النهارده علي لطفي، عمار حمدي، احمد عبد القادر، طاهر محمد، طاهر كوكا، ربيعه ميكيسوني، بيرسي تاو، ياسر ابراهيم، حسين الشحات، ومحمد مجدي قفشه، وبينضم لهم ايضا كمان لاعبين منتخبنا الوطني وهما الشناوي، اكرم توفيق، ايمن اشرف، حمدي فتحي، السليه، محمد شريف، علي معلول، وديانج، وبدر بنون. غيابات كبيره جدا جدا في صفوف فريق النادي الاهلي، ويمكن لهذا الامر استعان بيتسو موسيماني المدير الفني بعدد كبير من قطاع الناشئين، لاعبين طبعا مواليد 2001 و2003 لسد طبعا خانه الفراغ في التدريبات، ومنها ايضا كمان في قائمه مباراه اليوم. ايضا كمان كابتن ايمن نذكر مشاهدينا وجمهورنا بالقائمه اللي ضمت 22 لاعب بعد اختيار بيتسو موسيماني لهذه القائمه، على راسهم مصطفى شوبير، حمزه علاء، مصطفى مخلوف، احمد السيد عبد النبي، صالح نصر، احمد سيد غريب، محمد فخري، احمد اشرف، محمد اشرف، زياد طارق، محمد احمد شرقيه، صلاح محسن، حسام حسن، وليد سليمان، عبد الرحمن مانو، محمد محمود، محمود وحيد، ومحمد مغربي، ومحمد خليفه نصر، وكريم فؤاد، ومحمد هاني. حيره اكيد كبيره جدا لبيتسو موسيماني للتشكيل والوقوف على كل هذه الامور، لكن ان شاء الله باذن الله مع التحضيرات اللي احنا كنا متابعينها لحظه بلحظه خلال الايام الماضيه والتدريبات اللي كانت مستمره، انت عارف طبعا كابتن ايمن 2:30 ظهرا هو موعد المباراه، فكان كل التدريبات قريبه من هذا التوقيت، كانت في الثانيه 10 ظهرا. ايضا كمان يمكن لقطتين مهمين جدا حابب اذكر طبعا واكلمك عليهم يا كابتن ايمن، وهو البدايه هي حسام غالي الحقيقه عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي قيمته كبيره جدا الحقيقه في تواجده مع لاعبي النادي الاهلي، اللي حرص بشكل كبير يكون متواجد في احد التدريبات للاطمئنان بشكل عام على اللاعبين، وجمعوا حديث طبعا بكابتن فريق النادي الاهلي كابتن وليد سليمان للاطمئنان على دوافع اللاعبين وكل الامور الخاصه طبعا بالتحضيرات الفنيه والذهنيه والنفسيه. ودور وليد سليمان حقيقه الكبير جدا كعادته اجتمع باللاعبين واكد على اهميه البطوله واهميه ان احنا نشوف كل المباريات بكل جديه، التوفيق طبعا لربنا سبحانه وتعالى، لكن لابد يكون في اداء بكل جديه، وان شاء الله مع الاداء الكبير اللي معروف على النادي الاهلي ان شاء الله يكون التوفيق معانا في هذه المباراه. يوم اعتيادي النهارده كعادته كابتن ايمن داخل فندق الاقامه طبعا الخاص بفريق النادي الاهلي، وجبه فطار طبعا صباحا ومحاضره فنيه وتحرك مباشره الى استاد الاهلي والسلام. ان شاء الله باذن الله بنتمنى التوفيق النهارده يكون مع موسيماني في قراءته الفنيه المميزه كالعاده طبعا من خارج الخطوط، وايضا كمان يكون اختياره موفق جدا في التشكيل اللي باذن الله النهارده اي لعيب هيكون متواجد في مكان غير مكانه لابد يبذل كل الجهد النهارده ان شاء الله، لان الظروف صعبه جدا، هو ده المتاح وهو دي اللعيبه اللي متواجده في هذا التوقيت مع الجهاز الفني. ان شاء الله يا كابتن ايمن من خلالك زي ما كل جمهورنا متعود ان شاء الله لحظه بلحظه بننقل كل اجواء وكواليس فريق النادي الاهلي قبل الانطلاق طبعا المباراه، سواء من فندق الاقامه وحتى موعد المباراه، ومنها ان شاء الله ننقل الاجواء والخاصه طبعا باستاد الاهلي والسلام لسبب المباراه وتشكيل ايضا فريق النادي الاهلي وفريق الجونه. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد.